التصريح الوحيد مش انت مش الوحيد. بتاعك مش طيب. هو كان وقتها في حاله من الاستغراب، بس فكره انه فنانة تزوجت، هو داعية ولكنه منتج سينمائي بيمشي على الريد كاربت، بيمشي على الريد كاربت، فاهمة قصدي؟ بعدين تطلع الفنانة تتنصل من الفن والفنانين، يعني دكتور محمد العدل. ما أنا بقول لك، أنا هي الكلمة دي جداً. أنا عمري ما أتنصل، بصي أنا عمري ما أتنصل. إزاي أنا أبويا فنان أساساً؟ أنا فنانة يعني، أنت عارفة بعيد عن التمثيل. فهمتي وجهة نظرهم؟ أنا برسم فهمتي يعني وجهة نظرهم؟ طبعاً. هي دي، هم هي دي المفارقة اللي وصلنا لها. أنا بقول لك اللي وصلنا هي دي المفارقة. أيوة أنت فنانة، بنت فنان، وأنت فاهمة قصدي؟ واللي وصل لهم بصي الناس، وعلى فكرة في كتير من الفنانين عشان هم فاهميني وعارفين حالة، فكانوا بيكلموني، هم ما كانوش زعلانين، كانوا فاهمين حالة، إحنا عارفين اللي بيحصل، كانوا عارفين. في ناس عارفة، بس الناس اللي مش عارفه هي الناس اللي سمعت، مش سمعت مني انا. اللي عرفوا كان المفروض طبعاً يزعلوا عليكي، مش يزعلوا منك؟ لا مش يزعلوا عليا او يزعلوا مني، يعني بصي يعني انت عمرك ما هترضي كل الاطراف مهما تعملي، وعمر ما الناس كلها هترضى عنك مهما يحصل، يعني فاهمه؟ طيب بغض النظر عن ازاي حصل، خلينا نقول انت شايفه ان هو موقف منصف ان انت بعد ما تصوري الفيلم وبعدين تتزوجي وتتحجبي وكذا وتعتزلي خلاص مش عايزه تمثلي تاني، فالفيلم ينزل فيبقى فيه لوم وعتاب لزميل؟ لا، هو كان الوقت ده كان في حاجه تخص الموقف ده في الفيلم، وكان ده كان ليها رغبه معينه ان يحصل حاجه معينه، والحاجه دي ما تمتش. انا ما كانش عندي مشكله يعني، انا كحاله اصلا كنت ناسيه القصه وناسيه الموضوع، الاغنيه وكل الكلام، كنت ناسيه القصه دي خالص. بس اللي حصل بقى وقتها عارفه المشكله فين يا حلا؟ انه ممكن مثلا تكون انت حياتك على المسرح شويه. طبعا حياتك على المسرح زياده طول الوقت، يعني كانت طول الوقت يعني حياتي اكسبوزد وتحت الاضواء، فطبيعي ان انت غصب عنك بتفضلي طول الوقت عندك الحته دي. عارفه لو عايز اقول لك اللي انا مريت بيه ده، اعتقد ثلاث ارباع الستات مروا بيه. انا بقابل بنات كتير قوي بيقولوا لي احنا كنا لابسين حجاب وقلعنا، بس احنا بنصارع قوي في الحته دي، وتزوجنا واتطلقنا وتزوجنا. يا خبر ده، انا اعرف بقى اكتر مني بكتير. انا اتجوزت مره واحده طبعا وسنين طويله، وبعد كده لما اتطلقت بسنه ونص اتجوزت سنه ونص، لان انا ست في الاخر. انا في تصريح ما ينفعش ست تفضل لوحدها، في تصريح في الحته دي بيضحكني جدا. يعني انت وقت ما طلقتي مثلا طلع زوجك السابق هو داعيه كمان؟ ابو اولادي ما كانش داعيه اساسا خالص والله. هو حتى هو ما كانش داعيه اساسا. الشيخ يوسف في هم مسمينه كده عشان عنده شدان. لا انا ابو اولادي مش داعيه، ابو مش اولادي داعية. زينا على فكره، هو كان هو اسلم وبعد كده هو اتجوزنا احنا بقى، يعني اسلم قبلي انا بسنه، يعني قبل ما انا اعرفه اساسا، يعني فاهمه قصتي وقصته. هو كان اسلم تقريبا من قبل، بس انا اعرفه وانا عندي 14 سنه. كنتوا اصحاب؟ كنتوا اصدقاء؟ كنت بحبه جدا من وانا صغيره، يعني كان هو ده فاهمه، كان ده حب الحياه بالنسبه لي. بجد؟ ايوه انا اعرفه وانا صغيره، ويوسف بالنسبه لي كان هو يعني، وسبحان الله ربنا جمعنا وخلفت منه اربع اولاد حلوين. ايه الصراع مع النفس اللي حالة بتعدي بيه؟ اكبر صراع؟ اكبر صراع انا طول الوقت اكشلي في صراع، واعتقد ان الناس كتيره كده، بس انا خلي بالك صراعاتي كتيره قوي، لان انا ولادي في كندا مش هنا، وجزء كبير من الصراع ده ان انا كنت نفسي ان هم دايما يبقوا معايا. طبعا بكلمهم كل حاجه، بس جوايا انا ببقى تعبانه جدا جدا، يعني ده واحد بيتقطع يعني. ايوه طبعا. الصراع التاني ازاي تعملي البالانس بين حياتك ورغباتك وبين انك تبقي بترضي ربنا وبتحبيه في نفس الوقت، التوازن. الحته دي اكبر صراع، اكبر صراع جوايا. اكبر صراع انك واقدم واحد، هو ده الديب عندي، لان بصي انا جوايا شخص روحاني جدا خلاص، وبميل اكتر للحته الروحانيه مش الحته الدنيويه. دي طبيعتي مش عارفه اغيرها، انا كده من صغيره جدا يعني. فانا بالنسبه لي بحس ان انا قربي من ربنا سعاده كبيره قوي في حياتي.